طيب إذا كان في مريض مش حابب إن هو يلجأ للعمليات الجراحية، إيه ممكن الحاجات التانية أو البدائل اللي ممكن يلجأ هو ليها؟ انقاص الوزن في العالم ليه طريقتين، يا اما انقاص غير جراحي بالرجيم والرياضه والادويه، لو فشل يبقى لازم عمليه. طيب نقدر نقول يعني إيه الحاجات اللي ممكن يلجأ ليها المريض بشكل صحي إن هو يقلل من وزنه قبل ما يعاني أصلا من زيادة وزنه أو أي حاجة أو عادات معينة يمشي عليها؟ ولا حاجة، احنا لازم نعرف السعرات ايه اللي في الأكل وايه السعرات مظبوطة وايه اللي مش مظبوط. لازم نبعد عن السكريات، نبعد عن الألبان، نبعد عن النشويات، ونحاول نلتزم بالنظام الغذائي. هل اللي هو ممارسة الرياضة أصبح دلوقتي شائع ما بيننا ولا بين المصريين عموما، ولا برضو لسه لا عندنا طبعا، طلبة احنا وكده؟ العصر الحديث، تطورات العصر الحديث بتدفع الناس ان هم يبقى في حركة اقل وتخن اكتر يعني، والدليفري والحاجات الوجبات السريعة والكلام من ده بوظ الدنيا.